لأن القبض قسمان. القبض شلون تقبض البضاعة؟ شلون تأخذ بضاعتك التي شريتها؟ إما بالتخلية وإما بالاستلام. إذا كانت أرضا، إذا كان بيتا، ما يقدر تشيل البيت. التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع، ها تخلية يعني خلاك وبيت. مزرعة أيضا خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت. أرض خلاص استلمتها أنت، هذه تخلية يسمونها تخلية. أو بالتسليم، إذا كانت ساعة، إذا كانت قلما، إذا كانت جهازا، إذا كانت سيارة، يسلمك إياها تستلمها. فإذا إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت، تكون أنت مكانها، لا تنقل هذه الأشياء تخلية. أو أن يسلمها لك باليد.